فريق كان يقدر يكسب 57 لخط، اذا ناخذ المعدل تاع 57 تقريبا 29. الان نشوفوا ما هم الفرق اللي فوق هذا المتوسط ونصيبوا في المجموعه تاع الغرب 6 فرق وفي المجموعه تاع الشرق 5 فرق، هي 11 فرق منهم 9 اللي فوق 29 واثنين اللي متعادلين 29، ولكن على الاسف 17 فريق اللي تحت المعدل. هذه اول حاجه. فيما يخص الاهداف، الاهداف خدنا الحد الصغير هي ان كل فريق يسجل هدف في مباراه، هي لازم عليه يكون سجل 19 هدف. ما هم الانديه اللي سجلوا اكثر من هدف؟ نشوفوا هنا في المجموعه الغربيه ان فيه 6 وفي المجموعه الشرقيه 4. العدد الكامل 10 أندية اللي سجلوا أكثر من 19 هدف. هذه العشر أندية هم واحدهم سجلوا قريبا 300 هدف، و 18 فرق الأخرى سجلت 246 من عدد 539 في 265 مباراة. وآخر مقياس هي الأهداف، الفرق ما بين الأهداف اللي تسجلت واللي تسجلت على الفريق. نشوفوا ان فيه 10 فرق او 12 من 28 اللي هما مسجلين اكثر هدف على الهدف اللي سجلوا. والسؤال المطروح الان، هل الان ب 12 فريق في كمحترف كانديه محترفين، هل كثير او لا؟ هنا السؤال يبقى مطروح والأجوبة تكون في اللقاءات المقبلة بحول الله حسب يعني المعدل الشيء اللي قدمته. هذا فيما يخص الحوصلة خاصة ب 19 مقابلة، المقابلة العشرين والمقابلات العشرين اليوم نتابعها مع أول لقاء مباشرة من ملعب بجاية، شبيبة بجاية، شبيبة القبائل، بعد هذه الصفحة الإشارية. هذا البث يقدم لكم برعاية بيبسي. هنا اذا ببجاية، مساء الخير عبد الحفيظ شايب، مساء الخير محمد بالعيد. ببجاية شبيبة القبائل او شبيبة بجاية شبيبة القبائل. مساء الخير مراد، مساء الخير سيدتي اولي سيدتي مراد. نعم. سامي كشرود هو اللي يشرف على اخراج هذا اللقاء، محمد بالعيد بملعب 5 جويليا ايضا. فعلا مراد، على كل اللقاء على ما نقدرش نقول لك كيف نوصف الجمهور، لانه جمهور غفير جدا، اهازيج الوان وكل شيء يعني وجد باش يكون لقاء في القمة بين شبيبة القبائل والمستضيفة شبيبة بجاية. على كل التحضيرات لهذا اللقاء كانت حثيثة من حيث التنظيم، حيث التنظيم كان هنا جيد جدا، هنا بملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية عاصمة الحمادين. على كل اللقاء راح ينطلق بعد قليل تحت قيادة الحكام السادة جبلة تواتي الحكم الرئيسي، بالطاهر يوسف، وكرد بكير بن عودة، وهم من رابطة مستغانم. المحافظ محافظ اللقاء هو حدوش جمال. على كل لا بأس نذكر بتشكيلة الفريقين، الفريق الزائر فريق شبيبة القبائل بوغرارة في حراسة المرمى، رحموني على الجهة اليمنى رقم 3 بن حملات، 4 زفور، 5 سلمون، 6 بالقايد، 7 ايت الطاهر، 8 نزيف، 9 غازي، 10 بوبريد، و11 مدان. وضربة الانطلاقة كانت من داني رشيد، اللاعب اللي المخضرم اللي لعب مع شبيبة القبائل وشبيبة بجاية، وطبعا يستاهل هذا لانه عنصر فعال، كان لاعب دولي ممتاز. على كل التقدير لرشيد التالي. اذا اللقاء راح ينطلق قلت بعد قليل. في احتياط بالنسبه لشبيبة القبائل، قواوي الحارس الثاني، خاطي رقم 13، 14 دريوش، 15 مغراوي، 16 ايباوين، 17 عوديه، و18 سايب رمزي، شقيق سايب موسى.
مدرب فريق شبيبة القبائل السيد موسى كمال وأيت مولو. تنطلق المقابلة عن طريق بوبريط على الجهة اليسرى، يحاول لكن تدخل بعون اللي خرج الكرة هذه أو كارو اللاعب السابق لشبيبة القبائل. فريق شبيبة بجاية يشكلوا في حراسة المرمى نويوة رقم 2 إسعد، 3 كارو، 4 عوامر، 5 بعون، 6 بن ناصر، 7 جيلاني، 8 خلف، 9 أمعوش ياسين قائد الفريق واللاعب السابق كذلك في صفوف شبيبة القبائل، 10 أمعوش عبد الحكيم قائد الفريق، وخوني عبد الملك رقم 11 بالنسبة للاحتياط، ولد رابح لاعب سابق كذلك شبيبة القبائل، بودحوش اليوم اللي يلعب ضمن قائمة الاحتياطيين، وأمعوش عبد النور شقيق أصغر لأمعوش غازي، والقذف تاعو كانت بعيد. رقم 15 هلال، رقم 16 عبود يزيد، و17 شويب علي، 18 بزوير الحارس الثاني. الطاقم الفني المتكون من حرب بنات وهاروني اللي ما يحضرش هذا اللقاء لأنه متواجد حاليا بفرنسا من أجل طبعا لظروف شخصية عائلية بحتة، والانطلاقة لهذا اللقاء ستكون طبعا من دون شك حارة بين الفريقين، كل فريق يحاول أنه يظهر ويبين الإمكانيات بتاعه اللي خلاته. شوف الحكم يدخل وفيه طبعا ضغط كبير، ضغط كبير نفسي على اللاعبين من أنصار الفريقين، لأن شبيبة القبائل وشبيبة بجاية كان لقاء الأول لقاء ذهاب انتهى بفوز شبيبة القبائل 3-2، لقاء جيد كان آنذاك، واليوم راح يكون ربما نشاط كبير وحيوية فوق أرضية الميدان، نتمنى أنها تكون حيوية في روح رياضية عالية. بالقائد ناحية سلمون، سلمون والحارس بغرارة يخرج الكرة هذه، وتسلل، وضعية تسلل واضحة، وضعية تسلل واضحة من بدان وكذلك غازي، غازي هداف البطولة لحد الآن ب 18 هدف، حيث أضاف إلى رصيده خلال اللقاء المتأخر يوم الاثنين أمام سور غزلان أضاف 3 أهداف كاملة. والمرتبة الثانية بالنسبة للهدفين دائما من نصيب أيت الطاهر 14 هدف، بينما فريق شبيبة بجاية اللي انطلق انطلاقة حسنة في مرحلة الذهاب تراجع نوعا ما في مرحلة الأياب، وكان له انهزامين وأربع تعادلات، التعادل الأخير كان باتحاد شو هدف مقابل هدف. كل الظروف على كل نابي عاصم الحماديين متوفرة، حتى المحاولة كانت محاولة شميلة جدا على الجهة اليمنى من أمعوش، والحارس بغرارة كان بالمرسي. الكرة لصالح شبيبة بجاية، تبادل بينه وبين عوامر على الجهة اليسرى، رحموني يدخل أمام رقم 6 اللي هو بن ناصر عوامر، وتدخل الدفاع مرة أخرى لصالح عوامر. مناظر، قلت لقاء ساخن، ساخن جدا خاصة في المتفجر بين أنصار الفريقين، نتمنى أنه هذا النشاط وهذه الحيوية وهذه الإثارة تكون على أرضية الميدان بين فريقين يعرفان بعضهما بعض جيدا. لماذا؟ لأن كل تقريبا 4 أو 5 عناصر من فريق شبيبة القبائل بقلها وإن لعبت، بقلها وإن لعبت في شبيبة القبائل، مثل كاروف، كاين فيه كاروف يسعد رقم 2، وشوف الإعادة والتدخل تقديم الرجل من غازي كاروف، كاروف ناحية المدافع الأيسر أو بن ناصر رقم 6، يحاول بن ناصر يخلي اللعب مفتوح الحكم، والمحاولة لصالح شبيبة بجاية يفتح
الكرات خادع دفاع شبيبة القبائل، كانت الكرة خادع دفاع شبيبة القبائل من خلاف رقم 8، أكثر نشاط بالنسبة لشبيبة بجاية، ربما رايح كلها ضغط على شبيبة القبائل طبعا ظروف المناخية متوسطة، يعني ما فيش برود الطقس كثير، أمطار غزيرة هطلت صباح اليوم ومساء أمس على ملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية، والمحاولة لصالح فريق شبيبة بجاية، أمعوش طويلة وغرارة بسهولة، أمعوش اللي هو أو جيلاني رقم 7 يتحرك كثير على الجهة اليمنى، مدان وكورتو في وسط الميدان يتفوقوا عليه دفاع شبيبة القبائل أو شبيبة بجاية، ضيع رحمولي، الخبرة كذلك تلعب دورها مع رحمولي اللي يحمل رقم 2 ويلعب كمدافع أيمن، نظر روح لكارو، رجعها كارو، الكرة اللي بالقايد، قايد حذاري والتدخل، تدخل من رقم 9 أبعوش ياسين، هكذا نريد أن يكون اللقاء، الروح الرياضية خلال طبعا والإثارة مش ممنوعة، والنشاط والحيوية والتدخل يعني واللياقة البدنية مش ممنوعة في كرة القدم، لأن هذه كرة القدم، لكن الممنوع هو أعمال أو الأعمال الشغب، يعني اللي المفروض ما تكونش فوق ملاعبنا أبدا، وهذا جانب من الجمهور الحاضر، جمهور السرعة، جمهور أنصار شبيبة القبائل، طويلة فوق فيها المدافع أو جلاني، جلاني يخليها لمن في وسط الميدان لأمعوش عبد الحكيم ناحية الشقيق، أمعوش ياسين في هذه المحاولة أمام بن حملان، والركنية الأولى في هذا الشوط الأول، ركنية أولى لصالح فريق شبيبة بجاية، محاولات ياسين أمعوش ممتازة على الجهة اليمنى، يفتح هون خطر الرجاء رحموني، كان نوع من الاستهزاء في صفوف شبيبة قبائل، ياسين عوش ويسقط معوش ويتحصل بالقائد على تماس، حتى ان اللقاء قلت ساخن، الا انه كل فريق او فريق شبيبة القبائل بحذر شديد، استنى الربع ساعة الأول من الشوط الأول، بالقايد قايد أمامه بالدان، دان حكيم، يسقط المدافع رقم 4 عوامر، مبريد ناحية بالدان، عوامر وبالدان، حاول بالدان يخرج من منطقته ناحية النهار، وتدخل موفق للويوة، تدخل موفق، تبقى الكرة لصالح شبيبة القبائل، والحكم مش يقول لا، تبقى الكرة دائما خطر، والقاسي والتدخل الدفاع، دفاع شبيبة بجاية، أمعوش عبد الحكيم، ياسين وزكور، زكور يدخل يخرج الكرة هذه للتباس، حقيقة فريق شبيبة بجاية نشوف الإعادة واللقطة الممتازة من متان حكيم على الجهة اليمنى أمام عوامر، كيف يراوغ عوامر ويتفوق عليه ويوزع ناحية أي طار برأسيته، ما وصلتش إلى مرمى نويوة لأنه كان ممتاز في التدخل بتاعه، شوف الإعادة مرة أخرى لصالح شبيبة القبائل، زفور اللي استدعاه الطاقم الفني للمنتخب الوطني تدعيم التشكيلة الوطنية، بن حملان
غازي لا يلحقش عليها. وامر او كارو عبد الحكيم اضعوش ترجع الكره لمن لرقم خمسه بعول. بعول يسعد عوامر عوامر وجيلاني ويلا ناحيه المدافع الايسر كاروف. واحد اثنين بينه وبين رقم سته بن ناصر. كاروف دائما يحاول كاروف امام زفو لكن يخوف عليه يخلي الكره تخرج ست امتار. كاروف اللاعب السابق لشبيبة القبائل لعب في عده انديه، لعب في اتحاد الشويه، شبيبة القبائل، شبيبة بجاية حاليا. المدرب حرب والمدرب مواسى كمان من جانب الشبيبة، شبيبة القبائل طبعا. ياسين معوش يفتح ياسين لكن يدخل المدافع سلمون. طويلة من سلمون غازي. غازي امام مدافعين اثنين ما يتفوقش، لأن عوامر كان أطول وأعلى. يسعد ياسين شوف تدخل موفق فعلا، تماس لصالح شبيبة، تماس لصالح شبيبة القبائل. وهذا سلمون آخر من المس الكرة من جانب شبيبة القبائل. لكل حتى الملعب كان مملوء عن اخره في صباح اليوم، حيث ان تقريب المقابله انطلقت بجمهور غفير خارج الميدان، خارج المباراه. مازال ينتظر هذا الجمهور لانه الملعب مختم بجمهور او انصار الفريقين. تنظف قدم له الاسعافات. تنظيم محكم على كل مع شبيبة القبائل صاحبة المرتبة الأولى بأربعين نقطة، وشبيبة الجاية صاحبة المركز الرابع بواحد وثلاثين نقطة. جمهور غفير ينتظر ربما أهداف اللي رايحة تكون لها صدى، راح يكون لها حماس في المدرجة. آخر نتيجة مسجلة لشبيبة الجاية كانت هدف مقابل هدف باتحاد الشاوية. يخرج نزف تقدم له الإسعافات أولية والتماس لصالح شبيبة بجاية اللي ربما راح ترجع الكرة هذه لشبيبة القبائل. فعلا لاعب يمد الكرة بلقطة رياضية لدفاع شبيبة القبائل. ينطلق اللقاء. رحمون أو رحموني مراد مخالفة. مخالفة لصالح شبيبة القبائل. الحكم اللي كان يظهر على الصورة الشاب جاب الله تواتي العمر 28 سنة فقط. 28 سنة يرافقه كل من بطاهر يوسف 35 سنة وكرد بخير بن عودة والاخر 29 سنه. والمحاوله لصالح فريق شبيبة الجاية والكره تخرج ستة امتار للحارس بوغراره. اخوني رفيق بوغراره في الفريق الاول يعني جمعيه امل عين بنيده. نعم فيه حماس بالمدرجات، فيه كذلك نشاط في وسط الميدان. وهذا ياسين معوش يفتح ناحية دايما من كرة خطيرة قوية قوية جدا لكن خارجة وعالية من ناصر او بن ناصر. شوف الاعادة. ناصر ما كانش تركيز جيد لان الكرة كانت تجري نوعا ما والقذفة تاعو ما كانتش مركزة كما ينبغي. بغرارة ثويلة في وسط الميدان مدان وبعود
يدخل مرة أخرى بعون وعوامل محور دفاع شبيبة بجاية. كارو بن ناصر بين حكيمة معوش. كارو شرح يعمل بالكرة أمامه ومنح من عقد ممتازة من جيلاني ناحية كاروف طويلة وتدخل بن حملان. نظيف والدفاع يسعى الدفاع تمكن من الكرة أمعوش والكرة لصالح شبيبة بجاية. أكثر استعداد من عناصر شبيبة بجاية أنهم يبحثوا عن الهدف الأول الإصابة الأولى اللي ربما راح تحررهم تحرر أنصار فريقهم. والمحاولة دائما لجلاني طويلة ناحية كاروف ترجع الكرة لخولي وزفون بطاقة فعلا أمام جيلاني. أول بطاقة في اللقاء بعد التدخل وبخشونة من زفور. نشوف التدخل يعني ما راحش الكرة راح لرجل اللاعب جيلاني والبطاقة مستحقة. كل المحاولة لصالح فريق شبيبة بجاية ترجع الكرة لصالح الشبيبة والتسلل واضح التسلل يعلن عليه مساعد الحكم كرة بديل إلى الحارس بوغرارة. نظرنا كذلك عن هذا الشاب وقدر يكون الحارس الأول في صفوف شبيبة القبائل فضل رزانتو وليقتو البدنية رحموني. مخالفة لنازيف ورحموني في التنفيذ. هذا يعني بدال حكيم قائد الفريق أمعوش عبد الحكيم قائد فريق شبيبة بجاية. مدان نوعا ما أرضية الميدان ثقيلة لأنه في محاولة ليسير أمعوش بن حملت لبغرارة. شوف برازنتو يرجع الكرة هذه لبن حملت نعلو بن حملت يفتح فتحة طويلة بغرارة بالمرسال سهلة بالنسبة للحارس بغرارة يسعد زفور بدان أمعوش وفعلا لاعب كان بيت والمخالفة لبدان بدان قائد الفريق. شوف المخالفة كانت لسرعة سبب حتى على كرسي الاحتياط وبعد قليل راح نشوف الاعصاب من بدان وكذلك حرب كانهم حابين يربحوا هذا اللقاء امام شبيبة القبائل فريقهم السابق. أمعوش عبد الحكيم كان يبحث عن شقيقه ولكن بعيدا خارجه غير التماس شافش مليح شقيقه وإلا كانت ربما التمريرة ممتازة. ضيع الكرة من خوني غازي عوامر يتفوح عليه. دائما دفاع شبيبة بجاية يسعد تبقى الكرة لياسين أمعوش خطير جدا لعب ياسين أمعوش ونزف يدخل تبقى الكرة لصالح فريق شبيبة بجاية. جيلاني كاروف على الجهة اليسرى يفتح ناحية ياسين والمحاولة لصالح فريق شبيبة بجاية وتدخل موفق لبغرارة غوية من ياسين
وتدخل موفق للحارس مهاب. حقيقة لو نشوف بعض اللقطات نقول أن اللقاء في هذا الشوط الأول نقدر نصنفه من ضمن اللقاءات الممتازة. وحذر شديد من شبيبة القبائل صاحبة المرتبة الأولى. نعم دخل بدال لكن دون قصد من بدال. بدال كان داير بظهره وعوامر يدخل براسه وخطأ ماهوش متعمد. خطأ غير متعمد من بدال. أتمنى أنه يعود اللاعب بسلامة إلى اللقاء. جولة 20 هذه من عمر البطولة الوطنية ممتاز بشبيبة أو بمدينة بيشاية. ولقاء آخر راح يكون الجمهور الرياضي على موعد معه بعد حوالي أي على الساعة الثانية والنصف مباشرة نلعب خمسة جويلية بين اتحاد العاصمة وبلدية الجزائر. لقاء محلي آخر. كارو طويلة دخل بالقايد عبد الحكيم معوش لبن ناصر. بن ناصر يحاول الدخول أمام رحموني يفتح لكن تدخل بن حمدان. معوش عبد الحكيم يوقفها بصدره يحاول المراوغة. ممتازة من عبد الحكيم معوش. عوضا عوامر لبعون طويلة والكرة ست أمتار. ست أمتار يخليها زفور تخرج لصالح شبيبة القبائل. اثنين وعشرين دقيقة من الشوط الأول والنتيجة صفر مقابل صفر بين الفريقين بين فريق شبيبة بجاية فريق المستضيف وفريق شبيبة القبائل. بالقاي أمعوش ياسين ممتاز طويلة يفتح ناحية بن ناصر. بن ناصر لجيلاني أمامه كارو لاعب بن عاقب ممتازة لبن ناصر يحاول أن يتدخل تدخل موفق وخروج الحارس بغرارة. كان خوني ضيع فرصة من ذهب أمام الحارس بغرارة. جيلاني أمعوش لأمعوش ياسين يفتح أمعوش ياسين لكن خارج ست أمتار. أكثر إرادة أكثر عزيمة من شبيبة بجاية أمام شبيبة القبائل. هذا عوامر على الصورة. فيها خلاف رقم 8 9 أمعوش ياسين 10 أمعوش حكيم 11 خولي. والمحاولة لصالح شبيبة بجاية وتدخل للشبيبة دائما عن طريق خولي لاعب سابق لاتحاد العاصمة. كاروف خولي تبقى الكرة لصالح خولي. زفور تروح اللي بالقايد وضع له أمعوش عبد الحكيم يفتح ناحية شط أخوه ياسين. تبقى الكرة في صالح فريق شبيبة بجاية ويدخل رحموني. لمسة يد ربما يعلن عليها الحكم. السيد جبل الله دوت شاب 28 سنة فقط. كل ما نتمناه انه نشاهد لقاءات ممتازة فنيات كروية عالية حتى يتمتع الجمهور الحاضر هنا بملعب الوحدة المغربية بجاية وجمهورنا اللي تابعنا مباشرة على الشاشة الصغيرة على القناة الوطنية. رحموني يضيع له الكرة الممتازة لياسين و
ياسين يسجل الهدف رقم 9، سجل هدف ممتاز. شوف الإعادة والخطأ للصفوف، دفاع شبيه من القبائل. اللي قلت انه كانت عدة، شوف خريجة ممتازة من جيلاني وأمعوش بكل سهولة يسجل أمام الحارس بغرارة. هدف مقر صفر داخل 25، وانتعاش بالمدرجات من أنصار شبيبة بجاية اللي يتابعوا هذا اللقاء. محاولات ممتازة من شبيبة بجاية أثرت في الدقيقة 25 بهدف ممتاز من ياسين أمعوش. تبقى الكرة ليسعد بالقيد في وسط الميدان، يحاول البحث عن مبرد على الجهة اليسرى، مدان يطلع له الكرة، سفور سفور لعبد العزيز بن حملان، وين ناحية غازي، غازي وأيت الطاهر، غازي كاد يسجل الهدف التعادل، غازي كاد يسجل هدف التعادل لولا تدخل الحارس الويوة، لولا التدخل الموفق للحارس الويوة غازي كان يسجل هدف 19 بالنسبة ليه. شوف المحاولة من آية الطاهر، غازي بيمنى قوية، وويوة حقيقة كان وراء هدف بين محققين لصالح شبيبة القبائل، القبائل خرجهم الحارس الويوة. بدال كراته الممتازة المقوسة، ممتاز الربع ساعة الأخير ربما من الشوط الثاني، هذا الشوط الأول راح يكون ممتاز من حيث الإثارة ومن حيث الاندفاع البدني والفنيات الكروية. فعلا يقدم البطاقة لبن ناصر رقم 6، إذا البطاقة الثانية في هذا اللقاء بعد بطاقة زفور من شبيبة القبائل. بدال خارج، خارجة من مدان مقوسة في القائم الأول، لكن خارجة إلى الستة أمتار. إذن محاولات ممتازة من الجانبين، خاصة من جانب شبيبة بجاية، والجمهور ما سكتش ولا لحظة منذ صباحة اليوم. هزيج وطبعا في حدود الرياضة والممارسة الرياضية فقط، في حدود اللياقة أو الروح الرياضية. بن ناصر، بن ناصر أمامه جيلاني الممتاز في هذا اللقاء، جيلاني متفوق وتوتر الأعصاب بين رحموني، بين رحموني وبن ناصر. داري من هذا اللقطات اللا رياضية، طبعا الحماس زاد من ربما الإثارة حتى فوق أرضية الميدان، حتى فوق أرضية الميدان إثارة كبيرة. شوف الإعادة من المخالفة من أمام الجيلاني، والحكم يتدخل، حكم الشاب جاب الله دواهي. في بعض الأحيان نحب ننسى التعليق حتى نخلي الأهازيج، أهازيج الجمهور والأغاني هنا بالمدرجات. المحاولة لصالح فريق شبيبة بجاية، مخالفة لصالح بغرارة، يرتكبها خوني، خوني اللي كانت له فرصة وما سجلش هو الآخر. طويلة بدان جيلاني، غازي ودخل الحارس الويوة، يخرج الكرة هذه لبن حملات على الجهة اليسرى، مبرد بن حملات طويلة ناحية آية الطاهر، وتدخل عوامر. مدان، مدان بالعقب ممتازة للقايد، مبرد مدان، مبرد ناحية غازي وعوامر يتدخل بتفوق ناحية الدفاع. سلمون، سلمون تعلو الكرة هذه وتروح لصالح بن ناصر على الجهة اليسرى، نزف يوقف الكرة هذه، يبقى القائد في وسط الميدان، طويلة ناحية آية الطاهر، بتسلل، بتسلل آية الطاهر،
هدف تسجل في الدقيقة 25 من أمعوش ياسين بعد محاولة ممتازة من جيلاني. هدف أعطى ربما الشهية للفريقين من أجل الوصول إلى شباك الفريقين. الكرة إلى التماس لصالح شبيبة القبائل. عرس رياضي كروي ممتاز. حتى وحنا يعني في مدينة الجاية كان فيه الأنصار، فيه نقاش بين الأنصار وفيه كذلك حماس حتى في المدينة مدينة الجاية. دائما في حدود قلت الروح الرياضية العالية وخرجها يسار. للتماس لصالح شبيبة القبائل عن طريق بن حملات. بن حملات المدافع الممتاز في الشبيبة. مبرد والمخالفة. لا الحكم ما صفرش مخالفة واللاعب يخرجها إلى الركنية والحكم يقول الركنية. ما صفرش مخالفة لصالح مبرد وظن أن المدافع عوامر أو يسعد ظن أنه مخالفة وخرجها إلى الركنية لصالح فريق شبيبة القبائل عن طريق بالقايد. بالقايد التنفيذ. فتحة طويلة. تدخل عوامر. ممتاز عوامر. ممتاز عوامر أمام غازي. خلاش يتحرك كثير. كارو. كارو في ياسين معوش. مريحة. تحيط خوني. لقطة لصالح دائما. محاولة لصالح معوش عبد الحكيم. ستة أمتار من أمعوش القائد. كانت ممتازة جدا المحاولة من شبيبة بجاية. ونشوف الإعادة وحكيم أمعوش يضيع فرصة للتهديف. فرصة أخرى لتعميق الفارق الضيع لشبيبة بجاية. شوف كيف كانت الكرة بين خلاف. بدها على طبق من لحكيم أمعوش يخرجها ستر. عبد الحفيظ. نعم مراد. أيضا هناك ربما بطاقة حمراء. بطاقة حمراء لأحد العناصر من شبيبة بجاية بعد التدخل أمام أيت الطاهر في هذه المحاولة. شوف أيت الطاهر والتدخل بتاعه. أو تدخل يسعد نظن تدخل من يسعد والبطاقة الحمراء لمن؟ لا حكم يخرج المدافع يسعد. مدافع الأيمن يسعد اللاعب السابق في صفوف شبيبة القبائل. يخرجه بطاقة حمراء يقول عليها الحكم السيد جبر الله الدواتي. هذا يسعد على الصورة. إذن تبقى شبيبة بجاية تلعب بعشر عناصر فقط. تسعة الميدان والحارس. والمخالفة كانت أمام أيت الطاهر. ويخرج تحت تصفيقات الجمهور الغفير من أنصار شبيبة بجاية. خلي دايما الروح الرياضية ممتازة بين عناصر الفريقين وحتى على المدرجات وحتى فوق أرضية الميدان. وراح نشاهد بعد قليل المخالفة اللي ربما راح تشكل خطورة على الحارس الويوة. ربما راح تشكل الخطورة على الحارس الويوة على الصورة. نشكر زميلي سامي كشرود والفرقة التقنية المتنقلة لتسهر على نقل هذا اللقاء مباشرة. الفرقة التقنية تي في سي رقم 6. والمحاولة لصالح شبيبة القبائل ربما من أجل تعديل النتيجة. لأن حقيقة البطاقة الحمراء كان يعني التدخل بتاع الحكم موفق. لأن أيت الطاهر كان مباشرة يعني ما كانش أمامه مدافعين آخرين إلا الحارس فقط. وكان بإمكانه أنه يسجل الهدف. وتبقى المحاولة ربما لبن حملان.
البلاد صاحب القذفات القوية أو أيت الطاهر صاحب المقوسات قوية وركنية. لا ست أمتار يعني عليها الحكم السيد جبل الأطول، ست أمتار لأن الكرة لو نشوفه بالإعادة كانت ضربت في واحد من لاعبي شبيبة القمر. تبقى نتيجة هدف مقابل صفر، الهدف سجله أمعوش ياسين في الدقيقة 25 من الشوط الأول قبل نهاية الشوط الأول يا مراد بدقيقتين أو ثلاث دقائق فقط. يحتسبنا الوقت الضائع راح يكون ثلاث دقائق على الأكثر. طويلة والكرة لصالح شبيبة القبائل، خرجها رحموني، رحموني أمام بن نصر وجيلاني ممتاز. جيلاني هذا اللاعب اللي يظهر على الصورة من شبيبة بجاية كان ممتاز له، كان ممتاز وأدى دوره كما ينبغي، والحكم يشوف يطلب يعني السرعة في التنفيذ. طويلة زفور، زفور لي بالقايد، بالقايد بن حملان، بن حملان أمام بوبريت على الجهة اليسرى، ربما راح يفتح ناحية الهجوم وين موجود غازي وآية الطاهر وعوامر وتدخل كاروف. كاروف يغطي جيدا منطقته، يشوف في كل مكان، مدافع ممتاز هو الآخر جيلاني. جيلاني فوق حصل على تماس، تماس لصالح شبيبة بجاية. كان السيد حنفي كذلك المدلك السابق لفريق شبيبة القبائل يبحث دائما طبعا يبحث عن فوز فريقه. تدخل بن ناصر امام زفور ومخالفة او تماس، تماس لصالح شبيبة بجاية. جيلاني رحموني، جيلاني رجع لي بن حملان، بن حملان وتماس ربما الشيء اللي اثر سلبا على فريق شبيبة القبائل والاداء تاع شبيبة القبائل هو الهدف اللي تسجل والسيطرة الكبيرة اللي فرضها عناصر الهجوم، هجوم شبيبة بجاية. اما هوش ياسين شوف يخافوا منه اللاعبين باش حتى باش يقدموا ليه صعيب. جيلاني، جيلاني يفتح لكن تدخل الدفاع، تبقى الكرة لصالح شبيبة بجاية. جيلاني وش راح يعمل بالكرة؟ امامه بن ناصر، ريحة ممتازة، يعترض له الطريق لكن الحكم يخلي اللعب متواصل. بالقايد، بالقايد لبوبريت على الجهة اليسرى، بوبريت يوقف كورته بالعقب يفتح، لا حوس على زفور. شوف شبيبة القبائل تحاول انها تجلب الخصم، وبوبريت، بوبريت لنا بدال، بدال امامه ياسين امعوش يتفوق عليها، وعبد الحكيم امعوش، خلاف، خلاف طويلة لأمعوش ياسين، حذاري خطير جدا هذا اللاعب. بوبريت وقف كورته بالصدر ل بالقايد وبوبريت، بدال، بدال بالقايد وتدخل معاون وتسلل، تسلل من عناصر شبيبة بجاية. يلعب بعشر عناصر بعد طرد يسعد المدافع الأيمن من شبيبة بجاية. دقيقة 40 من الشوط الأول، نبقى لنا حوالي دقيقة فقط وينتهي الشوط الأول. ربما الحكم رايحش يحتسب كثير وقت لأنه ما فيش وقت ضائع، فيش وقت ضائع لأن المقابلة كانت مثيرة وحماس والكرة يعني دائما في استمرار. عوامر، عوامر اللي فرض اليوم حراسته على غازي هداف البطولة 18 هدف. أمعوش عبد الحكيم لجيلاني، جيلاني، جيلاني واحد اثنين بينه وبين بن ناصر، يحاول جيلاني ويتفوق بالقايد لزفور، زفور بالقايد
بالقايد لأيت الطاهر ربما يفتح لا ضيعلو بالقايد ضيعلو بالقايد وترجع لي بالنصر كاروف وبالنصر أمعوش ياسين في الوسط والموجود خلاف خلاف والكرة لأمعوش حكيم وما يقولش الحكم ما يقول ولا شيء في هذه اللقطة مبريد عذاري مبريد ممتاز يفتح ناحية أيت الطاهر والحارس النويبة بسهولة شوف حتى الجهة اليمنى صبحت شاغرة بعد خروج المدافع الأيمن يسار لأن ما هو سهل فريق يلعب بعشر عناصر أمام شبيب بيرو في حين الثان يعلن الحكم السيد جاب الله توتي عن انتهاء الشوط الأول بتفوق شبيب بجاية هدف مقابل صفر مراد إليك الخطوة المقابلة الثانية هذا البث يقدم لكم برعاية بيبسي المقابلة الثانية محلية كذلك قبل ما نتصل بملعب 5 جويلية بطولة القسم الأول وسط غرب الجولة العشرين منذ الجزائر 0 اتحاد الجزائر 0 اتحاد حجوت 0 شباب الوزداد 0 وداد تليمسان 0 جمعية وهران 0 رايد القبة 0 اتحاد البنيدة هدف شبيب الثياب 0 غالي معسكر 0 ترجي مستغانم 0 مولدية وهران 0 وملعب المحمدية هدف وداد بوفاريك 0 فيما يخص مجموعة وسط شرق جمعية البر 0 شباب باتنا 0 شبيب بجاية هدف شبيبة القبائل 0 مولودية قسنطينة 0 سور الغزلان 0 جمعية عين مليلة هدف اتحاد شاوية 0 نصر حسين داي 0 شباب قسنطينة 0 اتحاد جامعة عنبة هدف جيت بسا 0 ووفاق سطيف ليس وداد سطيف وفاق سطيف 0 اتحاد الحراس 0 مباشرة